السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله زينين. اليوم شرحنا عن طريقة زيادة المشتركين في القناة على اليوتيوب. طبعا أنا قناتي هاي جديدة مسويها، فأرجو منكم تشترك بالقناة حتى تدعمني إن أواصل بنشر الفيديوهات. طبعا القناة متنوعة كل شيء أنشر بيها. وهسه نرجع للموضوع. طبعا هنا كانت اكو روابط تزيد المشتركين واكو برامج، هسه هذن الروابط البرامج ملغيات. فانت شو تسوي؟ عن طريق الفيديو مالتك، العنوان، عن طريق عنوان الفيديو راح تنشره. اكو موقع راح اخلي لك رابطه اسفل الفيديو، هذا الموقع اول ما تدخل عليه يطلع لك هاي الواجهه. واذا الرابط ما اشتغل عندك اكتب هاي هذن الكلمات راح يطلع لك، اكتب كورت تول راح يطلع لك الموقع. شو تكتب بهاي الحقل؟ تكتب اسم الموضوع مالتك. سأل مثلا زيادة المشتركين، دوس ذهاب. راح تطلع لك، تنزل لي جوا، راح تطلع لك عناوين بنفس العنوان مالتك يعني مقاربة لها. انا ممكن تكتبها هذن العناوين. انت شو تسوي؟ تروح يم هاي تحديد الكل، هنا تدوس على هاي تحدد الكل 40 40 كلمة. بعدين تدوس على كوب نسخ، تنسخهن، تدوس نسخ تنسخهن وتروح تلصقهن بالوصف مال الفيديو. تروح تلصقهن بالوصف مال الفيديو. انا هسه راح تنزل بالفيديو بالوصف وراح تلقاهن موجودات عندي على مود الفيديو مالتي. يصير اول ما تبحث عن هاي يصير قدامك اول واحد. وشكرا للمتابعة، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا.